توفي والدي جراء مرض نادر اسمه متلازمة شي دراجر وهو مزيج من مرض التصلب العصبي ومرض الباركنسون وخلال السنوات الأخيرة من حياته عينته يتراجع ويفقد حركته على الكرسي المتحرك ثم في السرير والدي قبل المسيح في الخمسين من عمره وكان على علاقة حميمة به ولكن في نهاية حياته وعندما يكون ولدك قصا تتوقع منه أن يدرك بعض الأمور فحينما كنت جالسا قرب سريره وفي الوقت الذي كان يفقد حركته وقدرته على النهوض شيئا فشيئا ويضع كل ثقته بي قال لي انا خائف من الموت واضاف انا اعرف ان لدي علاقه مع الله اعرف ان خطاياي مغفوره ولكن عندما افكر في السماء يبدو الامر غامضا غريبا مختلفا لا استوعبه ورغم هذا المجهول وهذا الشعور بالالتباس اعرف ان يسوع سيكون هناك وان اي بديل عنه ليس جيدا ولكنني خائف واتذكر انني انا ابنه القس لم اتمكن من القول له ابي هكذا ستكون السماء وهذا ما سيحدث وهذا ما ستختبره لم اكن قادرا على قول ذلك لانني ادركت انني لم ادرس يوما عن السماء ادركت اننا في المؤتمرات لم نتناول كفايه مساله السماء واعطيت والدي كتابا ساخبركم لاحقا عن تاثير هذا الكتاب على حياته وقلبه ولكن في بدايه حديثنا عن السماء يمكنني ان اقول انها ليست ما تعتقدون في الواقع دعوني اطلب منكم جرده حساب قبل ان نبدا الى اي مدى تفكرون في السماء اليوم هل فكرتم في السماء هذا الاسبوع كم مره فكرتم فيها اه نعم السماء السماء المستقبل اذا ما سالتكم ما هي الامور الثلاثه التي تحصل في السماء غير الغناء طبعا ما هي اذا ما التقيتم بطفل في العاشره من عمره ويعاني من سرطان الدم وعلى وشك الموت ونظر في اعينكم وقال هل يمكن ان تشرحوا لي ما هي السماء وكيف ستكون لانني اريد فعلا ان اكون هناك ماذا تقولون له يمكنني ان اقول لكم ان غالبيتنا لا تعرف الاجابه علماء الاثار بحثوا في كل حضاره على وجه الارض وهذا ما قالوه لنا بعد دراسه كل ثقافات البشر ان هناك قناعه مطلقه بوجود حياه بعد الموت وسواء تعلق الامر برسومات على مغاور او كنوز في مقابر او روايات اخرى فان كل الثقافات تقول ان كل الناس الاخيار ستحصل لهم امور جيده بعد موتهم والناس الاشرار امور فظيعه تنتظرهم في كل الاحوال يقول الله لقد غرست الابديه في قلب الانسان إذا ما سنقوم به هو دراسة كيف هي السماء؟ ليس ما تكشف عنه الكتب ولا الأفلام ولا ما سمعناه ولا ما نفكر فيه بطريقة لا شعورية ولكن حسب كلمة الله عن السماء جاهزون؟ افتحوا كتبكم ولنبدأ لماذا ندرس عن السماء؟ أريد أن أعطيكم ثلاثة أسباب أولاً إن مفاهيمنا الخاطئة تشلنا لدينا افكار ومفاهيم خاطئه عن السماء لدينا مثلا مفهوم يقول انه لا يمكننا ان نفهم كفايه ما هي السماء هي غامضه وما هي عليه مجرد غيوم عائمه وبعض الناس يستشهدون بايه من رساله بولس الى الكورنثيين ما لم تبصره عين ما لم تسمعه اذن ولم يخطر على بال انسان ما اعده الله للذين يحبونه ويقولون ارايت لا تعرف ما سيحصل وعنوان تلك الاغنيه يمكنني فقط ان اتصور ودعوني اؤكد لكم انه يمكنكم فقط ان تتصوروا لان السماء ابعد كثيرا مما يمكن ان نستوعبه، لكن الايه التاليه في هذا الاطار تقول واما نحن لنا فكر المسيح، وفي الواقع فان الكتاب المقدس واضح جدا بشان السماء، ولكنها مختلفه عما يتصورها معظمنا. وهناك مفهوم خاطئ اخر بان السماء عالم اخر، عالم من الارواح التي تطوف، تعزف على القيثرات في الابديه ولديها أجنحة طائرة، وهناك ملائكة، وكما توحي إلينا الأفلام هناك أناس من دون أقدام، وآلات لضخ الضباب، وغيوم عائمة، وبشر في حلل بيضاء، وعالم غير واقعي. ولا أعرف عنكم، ولكن جزء من هذا التصور يبدو جذابًا لنصف ساعة أو وأربعين دقيقة، وأعتقد أنه يستهوي بعض المبشرين. ولكن إذا ما كانت السماء وهذا المفهوم الخاطئ الثالث كناية عن خدمة عبادة طويلة جدا فهذا يعني أنها مملة. في الواقع قرأت في كتاب عن مرسل يصارح فيه مرسلا آخر بقضايا عدة بالقول: أتعرف أن السماء خدمة عبادة طويلة، أريد أن أكون مع يسوع وأريد أن تغفر خطاياي ولكنني لست متأكدا، أريد فقط السماء. تكلمت مع أناس في عمر الشباب حول عودة المسيح وماذا يحصل إذا ما متنا بعضهم قالوا لا أريد أن يعود المسيح قبل أن أتزوج أنا حتى لم أمارس الجنس حتى الآن وتكلمت أيضا مع زوجين متقدمين بالسن وكان على وشك الذهاب في رحلة إلى هواي فقال لي لا نريد أن يأتي يا يسوع لأننا لم نذهب إلى هواي بعد يعني نحن لا نعرف ما هي السماء ولكن هي ليست أفضل من الزواج الجنس أو هواي أعني إنها رؤية محدودة أليس كذلك؟ هذه المفاهيم الخاطئة ستقودنا إلى بعض النتائج المرتقبة أولا هذا منظور زمني جدا بدل أن يكون أبديا هناك سبب لكون مفهوم الكنيسة القديم كان يرتبط بالعالم كنا نعيش للحاضر في الألفي سنة الأولى للكنيسة كانت السماء مسألة مركزية وكان تدريس الأسماء يرتكز على السماء والجحيم والدينونة والوضوح وفي السنوات المئة الأخيرة كان هناك تعاليم قليلة جدا تتطرق إلى السماء أو إلى السماء الجديدة والأرض الجديدة. ثانيا لأننا لا نعرف شكل السماء لا ندرس عنها كفاية ولا نفكر فيها كثيرا. أعني عندما ألتقي بأناس يعانون من السرطان أو أمراض منهكة عندما أذهب إلى دول العالم الثالث التي تعيش أوضاعا صعبة جدا جدا هناك يفكرون أكثر في السماء. معظمنا لا يفعل ذلك. فكرة السماء تحوي القليل من الأمل والسلام أو الشوق إلى المنزل هي تشبه واقع بعضكم الذين يسافرون ويسافرون ويركبون الطائرات كثيرا ويزورون دولا مختلفة وعندما يعودون إلى منازلهم ويرتمون على سريرهم يفقون صباحا يقولون في أنفسهم ما أجمل أن نكون في المنزل ولكن لمعظم الناس ليس هناك أي شعور بالأمل أو الشوق أقدم إليكم هذا الكتاب كتاب السماء لراندي ألكورن ولكن راندي قرأ فعليا 140 كتابا عن السماء جميعها كتبت في السنوات المئتين الأخيرة ثم درس الكتاب المقدس كله ثم جمعها مع بعضها ووصل إلى الخلاصة لم أسمع أبدا شيئا من هذا النحو هذا الكتاب الذي أعطيته لوالدي قراه في الاوقات التي تمكن فيها من ذلك وتوقف عن القراءة عندما لم يعد يتمكن من الجلوس فبدأت زوجته بقراءته له بصوت عال. ولن انسى ابدا بعد اشهر عده عدت الى المنزل وايامه كانت معدوده وعرفنا انه لن يعيش طويلا بعد وهنا اشير الى ان والدي مر باوقات رهيبه كشاب في الحرب العالميه الثانيه. وكان يشل حركته خلال حياته الخوف تذكر كل ليلة كان يستيقظ فيها والدي ويتحقق من أقفال المنزل وبعد عشرين دقيقة يعود ليتحقق من الأقفال نفسها وأنت تفكر في نفسك ولكن هذه الأقفال كانت مقفلة في المرة الأولى ولكنه مر عليه الكثير فعاش بخوف دائم مسيطر وتذكر احدى الممرضات التي اتت اليه بعدما قرا هذا الكتاب عن السماء وكانت تخبره عما يمكن ان يفعلوه له من اجل انعاش حياته علما انه لم يكن قادرا على تحريك رجليه في تلك اللحظه ثم استدار نحوها وقال ايا كان ما ستقومين به لا تستخدمي وسائل قصوى لا تضيفي انابيب طعام على جسدي هذا ما يجب ان تعرفيه كل شيء مكتوب انا ذاهب الى السماء وهذا عظيم عندما تدرك ما هي السماء فعلا فهذا من شأنه أن يغير كيفية عيشك الآن. في الواقع السبب الثاني الذي يدفعنا لدراسة السماء أنكم أوصيتم بذلك. هذه ليست نصيحة بل نحن أوصينا بأن نفكر في السماء وهذا ما ورد في الرسالة الثالثة إلى أهل كولوسي. لذلك اذا كنتم قمتم مع المسيح بتعبير اخر انتم مسيحيون متم معه وقمتم معه فاطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس عن يمين الله انتبهوا الى هذه الوصيه اهتموا بما فوق لا ما على الارض لماذا لانكم قد متم وحياتكم مستتره مع المسيح في الله متى اظهر المسيح حياتنا فحينئذ تظهرون انتم ايضا معه في المجد الكثير من المشاكل، الكثير من القلق، الكثير من قله السلام، الكثير من التجارب نحن المسيحيون نتصارع معها، اذا ما كانت لدينا فكره واضحه بان السماء ليست التطواف حول الغيوم او العصف على القيثارات او خدمات عباده كنسيه طويله وكل هذه الامور مختلفه تماما عما يعلمه الكتاب المقدس سيصبح لدينا شوق للسماء. وهذه النظره الابديه ستساعدنا في اخذ قرارات اكثر حكمه في حياتنا اليوم وفي الواقع السبب الاخير لا يقتصر على المفاهيم الخاطئه وليس لان السماء وصيه، ولكن رؤيتنا الخاطئه للسماء تقودنا لهدر حياتنا على الارض. اذا ما اكملنا في هذه المفاهيم، ستذهب حياتنا على الارض سدى. افتحوا كتبكم المقدسه، الان انجيل يوحنا افتحوه، في نصفه لو سمحتم. اريد ان اعطيكم اطارا جديدا لما كتبه متى مرقس لوقا يوحنا نعم في وسط العهد الجديد يسوع اتى واختار اثني عشر تلميذا احدهم خانه في يوحنا الفصل الثالث عشر غسل ارجلهم لقد تناول العشاء الرباني انها ليلته الاخيره على الارض كان لديه احد عشر تلميذا مكرسا ومائه وعشرون شخصا نصف مكرسين الذين وعند قيامته سينضمون الى المجموعه ولديه هذه الليله الاخيره ليتكلم للناس ورب الكون الذي اتم كل ذلك هناك هذا الذي تحول الى لحم بشري وعاش حياه كامله سيموت عن خطايا كل البشر في كل الازمنه وبعد ثلاثه ايام سيقوم وهو يحضر هؤلاء التلاميذ الاحد عشر وغالبيتهم من فئه العمال ليغيروا العالم ماذا سيقول لهم؟ ماذا سيقول لهم؟ يعرف انهم سيرفضون، يعرف ان كل فرد منهم سيستشهد من اجل المهمه والرساله، والذي لن يستشهد من بينهم ستنتهي حياته على صخره حيث سيكتب الرؤيه. ادرك انهم سيمتلكون الشجاعه وسيستمرون في خلال اصعب الاوقات. سيعيشون في عالم يتخلله اضطهاد في روما وفجور لم يدركه العالم من قبل، حيث سيكون هناك اله في كل زاويه، فهذا ما قاله لهم في الفصل الرابع عشر. لا تضطرب قلوبكم أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي. في بيت أبي منازل كثيرة وإلا فإني كنت قد قلت لكم أنا أمضي لأعد لكم لأعد لكم مكانا مكانا خاصا خاصا لكم وإن مضيت لأعد هذا المكان انتبهوا هذه الكلمة المفتاح آتي أيضا وآخذكم إلي حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. ما ادركه هو رؤيه واضحه ليست التطواف حول الغيوم او عزفا على القيثارات او اختبارا لا واقعي ولكن صوره واضحه لما ستكون عليه السماء وان السماء الجديده على ارض جديده مع علاقات حقيقيه ستساعدهم وتدعمهم في تخطي اصعب الاوقات في تاريخ البشريه وكل الازمنه وهم ثابروا لانهم كانوا ينتظرون ويعيشون من اجل ما يسميه اليهود المدينه التي بناها الله. ولكن في الواقع كان لديهم الشعور بالمستقبل، شعور واضح وملموس وحقيقي وجذاب. واقلبوا الصفحه لانني اريد ان اسال اذا ما كانت السماء مهمه ليسوع اذا ما اوصانا للتفكير فيها كيف يجوز ان لا نتلقنها في مئات السنوات الاخيره؟ كيف يجوز حقا ونقطه سريعه كم واحد منكم استمع الى خطبه عن السماء واو ثلاثه اربعه ايادي فكروا في هذا في الواقع ان ابا الكذب يريدنا ان ننجرف وراء نظام عالمي هو يديره فاعلموا انه هو وراء هذا ثانيا في مكان ما على طول هذا الخط هناك مئات من السنين التي تناولت فيها الكنيسة أمورا وتجاهلت أمورا مهمة أخرى ليعود عقرب الساعة مئات السنين إلى الوراء ونكتشف ذلك ما أجده أن كل قص تقريبا في أمريكا وهذه كتب لاهوت كلاسيكية كل قص يعلم مثل ما أنا أعلم لديه مثل هذه الكتب هذه ستة مجلدات من تشيفر ستة مجلدات، أترون كل هذه المجلدات؟ فيها صفحتان فقط عن السماء الجديدة والأرض الجديدة. هذا بيركوف كلاسيكي لاهوت نظامي 737 صفحة، صفحة واحدة منها عن السماء الجديدة والأرض الجديدة، وهذا اسمه باكستر يكتشف الكتاب، إنه كتاب سميك، هناك أربع صفحات في نهايته. هودج لديه ثلاثة أجزاء، فيها كلها ثلاث صفحات عن السماء الجديدة والأرض الجديدة. ورايري الذي كان واحدا من اساتذتي والذي يتكلم بكل وضوح عن نهايه الازمنه والمحن وكل هذه القضايا، وعندما تصل الى نقطه السماء الجديده والارض الجديده نكتشف انه لم يتكلم عنها. لم ندرس الناس في المؤتمرات عن السماء الجديده والارض الجديده وما هي فعلا السماء. معظم الناس يتساءلون لماذا تركز الكنيسه على ان اللحظه الانيه هي كل ما يفترض ان يهمنا. ما يجب ان احصل عليه الان. انا استحق استراحه اليوم الان هو الامر الوحيد المهم لماذا تحد اولوياتنا بهذه الطريقه لماذا من الصعب مقاومه التجارب الى هذا الحد اريد ان اقترح انه على عكس الرسل الاوائل وعلى عكس الالفي سنه الاولى للكنيسه ليس لدينا اي فكره ما هي السماء فعلا فتعالوا نتعمق في لاهوت السماء نجري بحثا صغيرا سويا كلمة السماء اذا ما فتحتم الكتاب المقدس وقرأتم كلمة السماء هناك ثلاث طرق مختلفة تستخدم فيها احيانا كلمة السماء تعني حرفيا الجو او السماء الزرقاء حسنا انها السماء احيانا كلمة في السماء تعني النجوم والكواكب نذكر في ترنيمنا القمر والنجوم نرنم دائما النجوم تعلن مجد الرب الاستعمال الثالث لكلمة السماء هو مسكن الله هي حيث هو الله حيث يعيش الله انها مكان معين اذا ما فتحتم كتاب الرؤيا وقراتم الفصلين الرابع والخامس اللذين يتكلمان عن العرش والشيوخ وما يطلق عليه اللاهوتيون تعبير السماء الوسيطه سنتكلم عن ذلك بعد قليل ولكن هذا هو مكان الله مسكن الله السماء فلنحدد اكثر سنتكلم عن الجمله الثالثه انتبهوا لقد قمت للتو ببحث حديث من أجلكم وعد السماء وهذا سيكون ممتعا بالنسبة إليكم خصصوا ربع ساعة أو عشرين دقيقة كل صباح واقرأوا هذه الآيات السماء مهمة جدا بالنسبة للرب حتى وإن كنا لا ندرك الكثير عنها دعوني أذكر أنه بالنسبة إلى المكتوب هذه بعض الوعود المتعلقة بالسماء إنه مكان حقيقي حسب يوحنا الفصل الرابع عشر الأب السماوي هناك متى ستة أتذكرون؟ أبانا الذي في السماوات يسوع عن يمينه، العبرانيون تسعة نؤمن بأن الأحباء هناك، العبرانيون اثنا عشر أسماؤنا مسجلة هناك، لوقا عشرة لدينا ميراث الأسبوع المقبل سنتكلم عنه أعني عندما تفكر في الميراث إذا ما كان والدك مليارديرا وقال لك للتو أريد فقط أن أعلمك سأترك كل شيء لك. ألا يكون هناك بعض الحماس بأنه حين يذهب سيصل شيء ثمين إليك الرب يقول لديك ميراث أبدي هذه ليست فقط كلمات كتابية منمقة، هناك أمر حقيقي ستحصل عليه، مواطنة سماوية هناك، فيليبي ثلاثة. مكافآت سماوية محددة ستعطى لنا، إنها أفضل من الأرض، ملموسة جدا، حقيقية جدا. هناك أرض قديمة ستسقط، سنكتشف أرضا جديدة. الخطيئة، الموت والحزن غائبة عن هذه الأرض. الرؤية 22، وهناك أمور معظمنا لا نفكر فيها، المغامرة، العمل، الاكتشاف والقيادة تنتظرنا عندما تحل السماء الجديدة على هذه الأرض التي ستصبح السماء. لا أعرف ماذا يهمكم، ولكن هذه قائمة من الأمور تستدركني ويجب أن أعرف عنها. هذه القضايا الجوهريه والشعارات الاساسيه في الكتاب، وياتي الالتباس عندما نخلط الامور فيما يتعلق بالسماء، مسكن الله، السماء الوسيطه، السماء الجديده والارض الجديده، نميل الى خلط كل هذه الامور مع بعضها البعض، وهي لم تفصل يوما ويتم شرحها. ولانها غير واضحه يمكن ان تعطينا شعورا حقيقيا حول ما هي السماء فعلا، فدعوني اوضح لكم الان السماء في اطار تاريخي. وعندما استخدم كلمه سماء لا تفكر فقط في هذه السماء الوسيطه التي يمر بها الناس الان اريدكم ان تفكروا في السماء كمسكن الله في كل مره تقرؤون كلمه سماء هي مكان الله حيث هو الرب وهناك ثلاثه محاور تاريخيه حول السماء هناك عدن الله خلق عالما مثاليا واوجد الانسان في هذا العالم المثالي ثم خلق حديقه ممتعه للنظر هناك مكان مثالي والله من السماء زار الانسان. في اي حال مسيح ما قبل التجسد او ما يسميه اللاهوتيون الظهور الالهي يمشي مع البشر ويتكلم مع الناس وتربطهم علاقه ولديكم ادم وحواء في هذه الاجواء المثاليه ويطلقان الاسماء على الحيوانات وهما مدعوان ليتكاثرا ويعيشا هذه الخبره العظيمه. وخلق الله الانسان في هذه البيئه المثاليه مع النص لا تاكل من هذه الشجره الواحده. إذا يأتي الله ويزور الإنسان على الأرض، هذا مثالي، لا أعاصير، لا تسونامي، لا زلازل، هذا مثالي. ثم ننتقل إلى الفصل الثالث، حيث تدخل الخطيئة إلى العالم. الفصل الثامن من الرومانيين يقول: لم تفصل الخطيئة بين الله والإنسان وحسب، بل بين جميع خلائقه، الخلائق تتأوه. وحتى الآن لا يزال لدينا هذه الأشياء المختلة التي تحدث للخلائق المتأوهة إذن لدينا الإنسان الذي انفصل عن الله ثم أرسل الله ابنه فأصبح إلها كاملا وهو أصلا الله إنسان كامل وأتى ليسكن بيننا ليخلصنا يعيش حياة كاملة يموت على الصليب يدفع ثمن خطايانا فنبني علاقة معه في اللحظة التي كان يموت فيها شخص في الفترة ما بين التكوين ثلاثة والرؤيا عشرين كان يذهب مباشرة إلى حضرة الله وهذا ما كان يسمى السماء الوسيطة ونضيف الفصل الأول من أهل فيليبي الأصحاحين 20 و 21 يقول بولس لا أعرف ماذا أفعل ظن أنه سيقضى عليه إذا مت سأكون مباشرة مع المسيح وهو أفضل بكثير، ولكن ربما علي البقاء لأرسل من أجلكم، ودونوا لو سمحتم في الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس، إذا كنا متغربين عن الجسد فنحن مستوطنون في الرب، إذا ليس هناك روح نائمة، لا تأخير، ولكن عندما تموت في الحاضر تصبح مباشرة في حضرة الله، ولكن من دون جسد قائم، القيامة تأتي لاحقا. المستقبل كما يقول الإصحاحان 21 و22 أن هناك سماء جديدة وأرضاً جديدة. ومع أجسادنا القائمة سنعيش في هذه السماء الجديدة وهذه الأرض الجديدة. وعندما أقول لكم أن لديكم سيارة قديمة ولكنني سأعطيكم سيارة جديدة وسيارتكم القديمة عمرها 15 عاماً وتتعطل وتسبب مشاكل وأضيف لكنني سأعطيكم سيارة جديدة لا أعتقد أنكم ستقولون ليس لدينا أي فكرة ما هي السيارة. ولكن ما تعرفونه الان انها ستعمل بشكل افضل ستكون مريحه اكثر علما انها سيكون لها الكثير من الشبه مع السياره القديمه هذا ما اريدكم ان تعرفوه ان السماء التي اعدها الله لكم مشابهه كثيرا للسماء التي كانت موجوده عندما نزل الى الارض وخلق مكانا اراد ان يعيش فيه مع الانسان وفي هذا المكان القديم المثالي الله كان يسعى الى علاقه ولكن كانت هناك حياه كان هناك تركيز جمال عمل كانت هناك معرفه تسميات قياده اكتشاف كانت هناك حياه حقيقيه مع اناس على ارض حقيقيه الله يعد في المستقبل السماء ستكون ان الله سينزل على الارض وستكون هناك سماء على الارض قدس الجديده ارض جديده خاليه من كل مشاكل الارض التي سقطت. فيما ننهي حلقه اليوم اريد ان اذكرك بانك تسمع هنا كلمه الله من الله الذي خلق كل ما هو هناك وارسل ابنه يسوع ليحبك ويغفر لك. لتتاكد انه يمكنك ان تعيش حياه ابديه معه اذا كنت لم تكرس حياتك للمسيح اذا كنت لم تعدل عن خطاياك وتسال الله الغفران بناء على عمل يسوع وحده على الصليب وقيامته انا ادعوك الان لتكون لك حياه ابديه وتثق انه يمكنك ان تقضي ابديه معه الى الابد في الجنه فيما تفعل ذلك احني راسك معي الان وصلي الهي القدير اسالك الان ان تسامحني عن كل خطاياي بناء على عمل يسوع على الصليب. ساغير مساري واخذ مسارك، اسالك يسوع ان تاتي الى حياتي. انا اثق بعملك على الصليب وقيامتك لمغفره خطاياي. والان اشكره واتبعه. لو فاتك ميعاد الحلقه ممكن تشوفها على اليوتيوب. وشجع غيرك وشيرها على الفيسبوك. ولو عندك سؤال أو استفسار ابعت لنا على سكايب، تويتر، أو الإيميل. لكن لو حابب تتواصل معانا وبشكل مباشر كلمنا على التليفون